Hello, sixth grade. Today we are going to talk about this simple rule, which is talking about used to تستخدم لعادة كانت تحدث في الماضي ولكن لا تكرر ولا تحدث الآن. قاعدتنا بتقولنا تبدأ الجملة فاعل ثم used to وبعد to يجب أن يكون الفعل مجرد infinitive في حالة المصدر، وإذا كانت منفية تنفي إنه إشي ما كنت تعمله. بنحط فاعل didn't وبعد didn't use مش used لأنه did تجرد الفعل، didn't use to plus فعل verb infinitive verb. أوكي، عنا هون used to اعتاد على، حكينا مع used مع الفعل الماضي in general بنحط أي فاعل، he visited، he played، they played، we played، she played، I played. used to used ed انتهى بالفعل ماضي، فعنا الفاعل مين ما يكون singular or plural بيكون عنا plus used، he used، she used، it used، we used، they used. to used to، بعد to يجب أن يكون الفعل مجرد to play، to walk، to watch، to study، to write، to sleep. okay. أما في حالة النفي I تبدأ برضو الجملة عنا بالضمير بالفاعل I didn't، بس منين في بنضيف did وبعد didn't الفعل used بصير use لأنه did تجرد الفعل. So I didn't use to play، she didn't use to sleep، he didn't use to study. okay. ضفنا فقط didn't أعطتنا معنى النفي، والسؤال كذلك الأمر اللي هون did هي بنسأل فيها وبننفي فيها لأنه جملة ماضي عادية، فالماضي بنسأل عنه بالdid وبننفي بالdidn't. did ولكن في السؤال نقلب بين الفاعل والفعل المساعد يلي هو did، ممنوع نبلش السؤال بضمير، يجب أن يبدأ السؤال with did. so did she did he هون did they did you مع جميع الضمائر did you use to play صارت سؤال did he use to sleep early did she use to watch TV did they use to walk quickly للتحدث عن شيء كان يحدث بانتظام في الزمن الماضي ولكن لم يعد يحدث الآن. so بنستخدم used to. إشي كنت متعود أعمله بالماضي نستخدم used to. لازم نعرف كتير منيح مع used to التو يجب أن يكون الفعل مجرد. بعد did used انتهت بالإيدي أصبحت مجردة. بعد did we didn't use and did you use. we have to be careful. أوكي. ولكن في عنا حالة تتكلم إن كنت معتاد على فعل شيء ولكن ما زلت معتاد عليه، مثلا 3 or 7 years ago I used to drink my cup of coffee in the morning. طيب ما أنا إذا حكيت I used to drink my cup of coffee in the morning أنا اعتدت، بس هلأ لا ما بشرب. طيب ما أنا هلأ عم بشرب I still drink my cup of coffee. so بحكي لنا بنضيف الآن بنحط الverb to be، نحط الverb to be عشان تدل على الاستمرارية. يعني الجملة العادية I used to drink green tea كنت معتاد أشرب الشاي الأخضر ولكن الآن هذا الشخص اللي بيتكلم ما بيشربه. so انتهى تكرار هذه العادة. نشوف تحت لما ضفنا الام او الاز او الشي از حسب الفاعل شي از used to، هي از used to، they are used to، we are used to، it is used to، and I am used to. so I am used to drinking green tea. drinking. هلا في ناس رح تيجي تحكي لي تو ليش ما اجى بعديها مجرد
لأنه هون أجت لنا drinking مصدر. أنا معتاد على شرب الشاي الأخضر، كنت معتاد عليه في الماضي وما زلت معتاد عليه. فبدنا ندير بالنا يا سادس، إذا كان عنا قبل اليوزد، قبل اليوزد تو، فير تو بي بيكون الفعل ing بعد التو ing. إذا كان I used to لحالها I used to she used to بيكون الفعل مجرد. I am used to helping, she is used to playing, they are used to watching. فرق، الفرق عنا بالمعنى وبالقاعدة. إذا كانت used to لحالها بتدل على حدوث شيء كان يتكرر في الماضي وانتهى، وبعد التو يكون الفعل مجرد. ولكن إذا ضفنا الفير to be، I am، she is، you are، they are، we are، he is، الفير to be، am، is، are، بعد الفاعل I am used to، نركز كتير منيح، ضفنا الام والإز والآر، هون اختلف المعنى، أصبح تكرار الفعل في الماضي وما زال مستمرا في الزمن الحاضر، ما زال مستمرا تكراره. وكذلك بعد التو لا يجب أن نضع فعل مجرد، بيكون الفعل عنا ing. I am used to drinking green tea. شوفوا الفرق، الجملة اللي تحت عنا I used to wake up late but now I used to wake up late، اعتدت، كنت معتاد أستيقظ متأخر، but now I am used to waking up early for my new job. ليه حطينا waking هون وفوق wake مجرد؟ لأنه used الأولى I used I بعدين حطينا معها used، ما في عنا verb to be. I used to هو الأولى تكرار حدث شيء في الماضي ولم يعد يتكرر للآن، بس تكملة الجملة I am used to waking up، أنا اعتدت إني أستيقظ باكرا لعملي الجديد، إشي كان يحدث وما زال لحد الآن. This was our lesson for today. I hope you won't have any problem. You have just to check after used to. We have to add infinitive verb and after I plus verb to be, am, is, are, I am, she is, they are. مثل ما حكيناهم قبل I am for example used to بيكون عنا الفعل بحالة الجرند ing. Thank you for your watching. See you إن شاء الله next time.